كحوصة عن هذه الندوة الصحفية قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في المستعمل في ميدان الإجرام العام بمعالجة 2051 قضية خلال سنة 2020 بزيادة تقدر ل 875 قضية أي بنسبة 74.4% مقارنة بالسنة 2019 تم من خلالها توقيف 1452 شخص تم إيداع منهم 297 شخص الحبس المؤقت. في ميدان الإجرام المنظم تم معالجة 209 قضية فيما يخص مكافحة آثار المخدرات تم من خلالها توقيف 833 شخص مع إيداع منهم 51 شخص وتم من خلالها حبس 260.6 كيلوغرام من المخدرات و 2233 قرص مهلوس مع تفكيك 3 شبكات إجرامية. كما ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.